باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. في معرض حديثنا عن المزمور 37 وتحدثنا في دروس للحكمه من هذا المزمور اللي كتبه داود النبي وهو متقدم في الأيام لأنه في عدد خمسة قال أيضا كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه المزمور ده مزمور رائع ممتلئ بدروس الحكمة وكيفية التعامل في الحياة الإنسانية والحياة البشرية وكيف الإنسان يصير إنسانا ناجحا في عدد 30 يقول عبارة جميلة فم الصديق يلهج بالحكمة نفس المزمور بيقول كده فم الصديق يلهج بالحكمة وإحنا استعرنا الكلمة دهيت واستخرجنا مجموعة من الدروس النهاردة بنعمة المسيح يكون الدرس الأخير فيها وهو الدرس رقم 18 أحب أرجع وياكم الدروس كده بسرعة واحد لا تغر من الأشرار، اتنين اتكل على الرب، تلاتة اسكن الأرض، أربعة ارعى الأمانة، خمسة تلذذ بالرب، ستة اصبر له، سبعة كف عن الغضب، تمانية اسلك بوداعة، تسعة الشر يرجع لفاعله، عشرة بركة الرب تغني، حداشر كن وفيا 12 اطمئن 13 عش بالتقوى 4 انطق بالحق 15 انتظر الرب 16 كن مستقيما 17 اصنع السلامة و 18 النهاردة احتمي بالرب ومجموعة الدروس دهيت هي دروس للحكمة بترسم معالم في الطريق لحياة الإنسان الناجح والإنسان الحكيم ممكن الدروس ده هي تقيس عليها نفسك وممكن تختبر فيها نفسك وممكن المزمور يبقى قراءة منك باستمرار مع دراسة مع حفظ لأن زي ما قلت لك ده مزمور بيساعدك على الحياة الناجحة أنا هقرأ وياك الفقره الاخيره من المزمور اللي فيها عنوان للدرس الاخير يقول كده قد رأف من عدد خمسه وثلاثين قد رايت الشرير عاتيا وارفا مثل شجره شارقه ناضره عبر فاذ هو ليس بموجود والتمسته فلم يوجد لاحظ الكامل وانظر المستقيم فان العقب لانسان السلامه اما الاشرار فيبادون جميعا عقب الاشرار ينقطع اما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم ربنا يعني حصنهم في زمان الضيق ويعينهم الرب ينجيهم ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به والكلمة الأخيرة دي اللي بناخدها عنوان للدرس الإنسان الحكيم دائما محتمي بالله محتمي به مستخبي فيه بيحفظه والحقيقة آآ آآ. الإنسان المحتمي والعايش في مخافة الله وعايش بالحكمة دايما يشعر أن الله هو اللي حميه هو اللي حارسه وبتعجبني آية معظمنا حافظها يقول كده اسم الرب برج حصين يعني مجرد أنك تردد اسم الله على الدوام كأنك تبني برجا حصينا فيه فتصير محتمي بالرب ومن هنا جه تقليد الصلاة القصيرة أو صلاة يسوع يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي والصلاة ده هي اللي احنا بنكررها باستمرار وبنحطها قدامنا وبتكون هي الصورة الجميلة اللي الإنسان بيشعر فيها بحضور كلمة الله في حياته طبعا المزمور ده مزمور بيشرح لنا صحيح معالم الحكمة لكن الدرس الأخير فيه درس مهم أوي محتمي بالرب الإنسان المحتمي بالرب ولما عدت أدور كده في الكتاب المقدس على أمثلة لأشخاص احتموا بالرب لقيت أمثلة كتيرة خالص لكن لقيت داود النبي نفسه علمنا كيف يحتمي الإنسان بالرب لنا في المزمور رقم 23 اللي هو مزمور الراعي عايز أقرأ وياك طبعا كلنا حافظينه لأن ده من أول المزامير اللي حفظناها لكن بيقدم لنا صورة الإنسان المحتمي بربنا الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربطني إلى مياه المياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. عصاك وعكازك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مسحت بالدهن رأسي. كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي محتمي بربنا وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام عايز وأنا بأدي لك أو بقدم لك الدرس ده عايزك تحط صورة الصورة الجميلة اللي رسمها داود النبي قدامنا في المزمور 23 وهو بيشرح لنا الإنسان المحتمي بالرب طبعا المزمور ده مزمور 23 اللي بيشرح اخر درس في مزمور 37 بيقدمه لنا وبيقدم لنا طبيعه الراعي الرب يرعاني هو داود كان راعي لكن ازاي محتمي بربنا ازاي عشان كده الانسان المحتمي بالرب اولا يعيش معنى الصداقه الالهيه للانسان يعني الواحد فينا بيشعر بصداقته وصداقة الله معه كلمة صداقة دي كلمة حلوة كلنا بنحبها فبنعيش من خلال المزمور ده هو إزاي الإنسان هو يحيا في هذه الصداقة كان محتمي بصديقه وهنا رعاية الله للإنسان رعاية رائعة واسمع كده القديس غريغوريوس النيسي بيقول عبارة جميلة أو بنصلي بيها يقول كده هناك حمل واحد حملته على كتفيك هو طبيعتنا البشرية أقولها تاني هناك حمل واحد حملته على كتفيك في سورة الراعي اللي دايما نشوفها كده طبيعتنا البشريه فهنا بيقدم لي معنى الاحتماء بالرب راعي إنسان يلتصق بالله والله يقود حياته والله يشبع أيامه ده معنى الاحتماء هقولها تاني يعني الله بالنسبة لك هو راعي أنت ملتصق بيه وكمان هو قائد بتحتمي فيه وكمان هو صديق بيشبع أيام عمرك كلها دي المعاني الثلاثة اللي بنلاقيهم قدامنا وإحنا بندرس اختبار داود النبي وهو بيقول لنا كده واحد أنت محتمي في المراعي الخضراء كلمة مراعي خضراء أماكن كبيرة وكلمة الخضرة هنا معناها الزرع يعني الغذاء الله يعطي الغذاء لك فأنت تحتمي به نقول كده الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في ده العنوان في مراعي الخضر يربدني يعني الله هو يعطيك حياتك كل يوم تقول لي ده في اقتصاد وفي اسعار غاليه وفي بعض المواد مش بنلاقيها اقول لك ما تنساش طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولكنها تعيش وتجد قطها في كل يوم الله يعطي الخير على الارض كلها وخير الارض يكفي كل البشر ولكن الانسان بمفاهيمه احيان الضيقه آه يقضي على مصادر الرزق بتاعته خالص يعني مثلا لما واحنا في مجال البيئه دلوقتي والمناخ لما الثوره الصناعيه طلعت وطلعت غازات ثاني اكسيد الكربون وغازات اخرى كتير حرقت كثير من الشجر وخلت الارض ما تطلعش الانتاج بتاعها على سبيل المثال مثلا احيان اجهاد الارض اجهاد الارض الزراعيه يخليها ما تطلعش السمر المطلوب منها عشان كده الشريعه نزرع ست سنين ونريح الارض سنه عشان تسترد عافيتها وتعطي الخير بتاعها. كمان اعتداء الانسان على الارض الزراعيه ودي مشكله من المشاكل الخطيره عندنا في مصر ان الناس على الارض الزراعيه اللي بتطلع الخير اللي بتطلع الغذاء هو بيقتطع جزء منها ويبني عليها. هو طبعا معروف لنا كلنا كل يقول لك يبور الارض يبورها طب الله يعطيك الارض اللي بتعطي الخير وانت بتبورها وكل ده ليه؟ لاجل مفاهيم ضيقه يقول لك انا عايز عيالي يسكنوا جنبي مع ان ربنا اعطينا مثلا في مصر اراضي شاسعه احنا بنسكن في مصر على مساحه 7 8% وجهود الدولة في التنمية بتحاول توصلها 10-11% يعني في حوالي 90% من أراضي مصر صحراء لا يسكنها أحد ما الأراضي عايزة تتعمر والدولة بتعمل مشروعات كبيرة وزي الدلتا الجديدة زرعت أكثر من مليون ونصف فدان كل دي أمور جيدة وطيبة لكن أول حاجة أعرفها إن الله يعطيك المراعي الخضراء يعطيك الطعام يهتم بغذائك مش بيخلقك وينساك في مراعي خضر يربدني دايما في خضره في طعام في نبات نمره واحد وطبعا يمكن فاكرين الايه اللي بتقول طوبى للجياع والعطاش الى البر فانهم يشبعون طوبى للجياع والعطاش دايما الانسان اللي جعان وعطشان للبر المسيح دايما يشبع، وهذا شكل من اشكال الاحتماء محتمي في الرب. نمرة اثنين مياه الراحة. الله يعطينا مياه الراحة. أول مياه راحة في حياتنا هي مياه المعمودية اللي تعمدنا فيها ونلنا الميلاد من فوق من الماء والروح وصارت المعمودية هي المياه التي ترد نفس الانسان فما بقتش من تراب والى تراب تعود انت صرت من سماء والى سماء يمكن ان تعود بحسب مسيرتك الروحيه وجهادك الروحي المراعي الخضراء للطعام مياه الراحه المياه وطبعا لازم نقدر نقطه المياه وقيمتها الغاليه أنتم في بعض البلاد اللي ما فيهاش انهار بيعمدوا بيعملوا احواض كبيره كده ويسموها حصاد المطر يعني الاحواض ده هت عشان يجمعوا فيها المطر ويستخدموا المطر ده في طول العام وعندنا في بعض المناطق الصحراويه بيعملوا كده قدر قيمه الميه وقدر الميه اللي بتستخدمها وكن مقتصد في استخدامات الميه وده برضو من النقط الخطيرة جدا في حياتنا كمصريين طبعا النيل نهر عظيم كلنا عايشين حواليه كلنا بنشرب منه وربنا يديمه طبعا والله اللي منحه لمصر مش هيمنع عن مصر اي حاجة لكن من جهتنا احنا لكي ما تحتمي في الرب لازم تقدر نعمته وتقدر نعمته نعمة المية كما نعمة الطعام بالمثل يقول لنا كده إلى مياه الراحة يوردني نمرة نين نمرة ثلاثة والمهمة بقى يرد نفسي في الكتاب المقدس في آية بتقول ناموس الرب كامل يرد النفس دي مزمور 19 ناموس الرب كامل يرد النفس يرد النفس يعني الإنسان دايما متعزي دايما حاسس بالشبع دايما حاسس بالرضا دايما عنده إحساس إنه فيش حاجة ناقصاه ما عندوش خوف ما عندوش مخاوف إزاي محتمي بالرب أو كده يرد نفسي تعرف الإنسان الخايف دايما أو الهربان أو اللي بيجري تلاقيه دايما بينهج ودايما تعبان وعنده مخاوف في داخله لا اللي يعيش مع ربنا دايما يرد نفسي واحد يجد نفسه زي ما واحد كده يبقى عطشان قوي ويشرب كوبايه ميه ويقول ردت روحي فيا لانه كان عطشان جدا المراعي الخضراء مياه الراحه سبل البر اللي هو يرد نفسي يهدوني الى سبل البر كل دي يعني الإنسان يعيش في حضن العناية الإلهية. العناية الإلهية تحتضن كل شيء. وحتى شعور رؤوسنا محصى أمام الله. وده اللي بيقول لنا عليه المزمور إنه محتمي بالرب. عايزك تاخد بالك إنه يقول كده أما خلاص الرب الصديقين فمن قبل الرب. ده في مزمور 37 حصنهم في زمن الضيق يعني يمكن داود النبي هو بيتكلم في مزمور الراعي بيتكلم على الإنسان في حياته الطبيعية الرب يرعاني فلا يعوزني شيء وبيحكي بقى المراعي الخضراء ومياه الراحة وسبل البر كل دي حاجات في الحياة الطبيعية لكن في مزمور 37 بيأكد علينا أن حصنهم في زمن الضيق وزي ما قلت لك في الأول اسم الرب برج حصين يعينهم الرب وينجيهم ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا فيه طول ما أنت محتمي في ربنا هو بيوفر لك الحاجات ده هي بس رد الجميل بقى رد الجميل من خلال بعض النقط اللي هقول لك عليها بعد قليل يكمل وياي ويقول لي حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر لأنك أنت معي وهنا مفهوم ثالث من الصداقة الإلهية أو سموها كده المعية أو الرفقة الرفقة الإلهية يعني إحساسك وانت ماشي في طريق حياتك إنك محتمي ليه لأن إيدك في إيد مسيحك لا أخاف شر لأنك أنت معي أنت جنبي أنت واخد بالك مني أنت عينك علي باستمرار يقول لنا كده مثلا في إنجيل يوحنا في العالم سيكون لكم ضيق يعني ربنا بيشرح لنا مسيرتنا في الأرض ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم طب غلبت العالم ازاي أصنا رفيق لكل انسان لكل انسان مؤمن ويقول كده ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر اخر وصية في انجيل معلمنا متى ها انا معكم كل الايام ما هو وجوده معانا معناه احتمائنا فيه ان هو الحماية بتاعتنا او ان هو اللي ايده وعينه علينا باستمرار وحتى ان سرتوا في وادي ظل الموت ازمنه الضيق ازمنه التعب ازمنه المعاناه وادي ظل الموت خد بالك وادي ظل الموت مش وادي الموت يعني مجرد الظل الظل يعني اي شبهه الم حتى كان من بعيد آم. المرض آه، الأذى مؤامرات الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين كل ده يسميه وادي ظل الموت وادي ظل الموت مين أنقذك ومين أنت احتميت فيه ومين مسكك أنا مرة قريت قصة لطيفة قوي عن إنسان كان مسك مدينة مفاتيح كده مدينة مفاتيح المف... مدينة مفاتيح دي فيها صليب وهو ماشي ودي يعني ماسك الميدالية وبيلعب بيها كده مش بيلعب يعني بتهتز في ايديه كده وفجأة وقعت منه في نفس الثانية وطى يجيبها في نفس الثانية كان في طلق نار معدي كان ممكن يصيبه انحناءه على الأرض عشان يمسك الميدالية اللي فيها الصليب أنقذته ما هو ده الاحتماء بالرب ما هو ده احتماء انك انت محتمي فيه هو بيحامي عنك هو بيحتويك هو بيحفظك حتى إن سرت فادي ظل الموت لا أخاف الشر لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني أنت بتسندني آه واخد بالك مني حتى لو كنت أقع في عصاية بسند عليها وفي دفاع بتدافع عني ويمشي في المزمور للآخر وهو بيتكلم أنه هو بيجهز لك كل شيء هنا بيتكلم ترتب قدامي مائدة دايما الأباء يشرحوا المائدة دي انها مائدة الأسرار الإلهية واتجاه مضايقية مسحت بالدهن رأسي زي مسحة زيت الميرون وكأسي ريا وإنما خير ورحمة يتبعاني في كل أيام حياتي خد بالك أنت محتمي بالرب من خلال أول حاجة روح الصلاة. كلما تصلي كلما تحمي نفسك. وأفكركم بقصة من قصص الآباء لما كان أحد الآباء القديسين ماشي في البرية ودخل عليه الليل. فخايف من الحشرات والتعابين والحاجات دهيت فعمل دايرة كده ورشم عليها الصليب. على الرمل ونام وتقول لنا القصه انه قام وشاف حيوانات كتيره او حشرات او عقارب او حيات قربت لغايه عنده وما دخلتش خلال هذه الدائره صار محمي وقف يصلي وعلامه الصليب حمته وحفظته وكلكم فاكرين قصه ماري جرجس كشهيد وامير للشهداء وازاي لما كبلوه وقدموا له طعام فيه سم ازاي اشار مجرد برشم علامه الصليب براسه وازاي ربنا انقذه الصلاه مجرد ترديد الاسم الحسن انت تبني حصن منيع وبرج حصين ليك روح الصلاه اتنين انت تحتمي في كلمه الله المقدسه من خلال الإنجيل كل ما بتفتح الإنجيل بتعيش جواه فبيحفظك من خلال الوصية من خلال التعليم من خلال شفاعتك بالقديسين أنت محمي في الكلمة المقدسة نمرة ثلاثة كل مرة أنت بتروح الكنيسة وبتعيش جوا الكنيسة جوا روح الكنيسة أو ما نسميه بالحياة الكنسية بكل مفرداتها يعني أنت محمي في بيت الرب هنا يقول لنا في مزمور 23: "وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام" وعايز أقول لك هنا يعني كلمة أو تعليق مش المقصود بس مجرد المبنى مش المبنى لأن الكتاب بيقول لنا أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم فبجوار المبنى المبنى الكنسي يعني لكن انت كمان محمي لما بتعيش في الحياة الكنسية يعني مثلا لما تمارس الصوم انت بتمارس الصوم في بيتك لما بتمارس الصلاة لما بتمارس الانجيل لما بتمارس الفضيلة كل السلوكيات دهيت وكل الممارسات الروحية ووسائط النعمة تشكل حولك سياك يحميك اذن روح الصلاه تحميك كلمه الله تحميك بيت الله يحميك ترديد الاسم الحسن باستمرار ده في اي مكان بقى في اي وقت يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ وزي ما علمونا الاباء انها هي الصلاه السهميه او الصلاه السهم فيها ليه كده سموها علشان اسم المسيح الذي يتردد فيها كثيرا خد بالك في المزمور بتاع الراعي من حلاوته يقول لنا مثلا المعمودية مياه الراحة الميرون مسحت بالدهن رأسي التناول هيأت مائدة قدامي الاعتراف يرد نفسي مسحة المرضى وادي ظلال الموت الزواج ترافقني انت معي الكهنوت عصاك وعكازك يعزينني فكان الحياه الكنسيه بمفرداتها وباساسيتها كاسرار كلها موجوده قدامك في هذا المزمور وهذا هو بيتي يحميك ويحرسك الانسان الحكيم انسان محمي في ربنا إنسان مختفي في الله ومن التعبير الجميلة اللي بنعيشها يقول الإنسان ينظر إلى المسيح على الصليب ويختفي في جراحات المسيح يعيش ويشعر باستمرار إن هو محمي بعلامة الصليب ده الدرس الأخير من دروس الحكمة في المزمور رقم 37 و ده بنختم بيه سلسلة طويلة على مدار 18 أسبوع من أول شهر سبتمبر الماضي ولغاية النهاردة باعتبار الدرس الأخير في هذا المزمور الجميل مزمور 37 اللي بحبك أنك تقرأ باستمرار تقعدوا في البيت تقروه يا بعض وتعيش فيه والدروس الحكمة اللي اتكلمنا فيها اختار منها ما يناسبك وطبقه وعيش بيه باستمرار أنا أحب بس ألفت النظر لثلاث نقط أول نقطة إن إحنا ما زلنا في موضوع الوباء وجائحة كورونا وانتشارها والفيروس الذي يتحور باستمرار عشان كده خدوا بالكم والتفتوا لكل الإجراءات الواجب اتخاذها وخلي بالك وما تنساش إن إحنا في زمن مرض يملأ العالم كله وينتشر بسرعة كثيرة جدا وانتبه في الحكاية دهية وأحد النعم اللي ربنا أعطاهنّا الفاكسين اللقاح اللي شركات وعلماء وأطباء وباحثين قدروا يبتكروا فاكسينات مختلفة متنوعة لكن مفيدة للإنسان وأنا بتعجب على الناس اللي بترفض أو تبعد عن التطعيم وتحطه تحت أي دلالة أخرى المرض يحتاج إلى دواء ونشكر ربنا أن ظهر مرض فجأة ونشكر ربنا أنه وجد له لقاح يحمي الإنسان فما تبعدش وخد اللقاح والدول كلها وبما فيها مصر بتاخد إجراءات وبتخلي أن اللي واخدين التطعيم هم بس اللي يدخلوا مصالح الحكوميه واماكن العمل وهكذا. خدوا بالكم. الملحوظه الثانيه ان احنا بنعمه المسيح هنصلي قداس عيد الميلاد المجيد كما هو معتاد في كاتدرائيه ميلاد المسيح في الكنايس كلها. لكن برضو مع الاحتراس الكامل وكل الاجراءات وبرضه هنتبع نفس الاجراءات دهيت في قداس عيد الميلاد اللي هيبتدي الساعه 7 اذا اراد ربنا وعشنا يوم 6 يناير مساء وبرضه كل الحضور او المدعوين او المؤمنين لازم يكونوا واخدين التطعيم ونراعي كل الاجراءات الصحيه في وجودنا في الكنيسه وطبعا بهنيكم بالعام الجديد والسنة الجديدة وربنا يجعلها سنة جديدة سعيدة علينا كلنا في بلدنا مصر على كل العالم في الكنيسة في كل بيت لكل إنسان ونتفائل خيرا بسنة مبروكة إيد ربنا فيها النقطة الثالثة إن احنا نتوقف عن اجتماعنا خلال شهر يناير كالمعتاد بيبقى شهر الأعياد كلها و بنحتفل فيه بالاعياد وبتيجي في اخره اجازه نص السنه وبنعمه المسيح هنرجع في آه 2 فبراير الاربعه 2 فبراير واذا كانت الامور مواتيه نرجع بحضور شعبي بقى بدل آه المحاضرات اللي على الهواء اللي من غير وجود آه الشعب كل سنه وانتم طيبين وربنا يحفظكم ويبارك في حياتكم ويعطينا دائما عاما سعيدا لحياتنا جميعا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والى الأبد آمين